الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية الحشرات الطائرة في المنام علامة على المشاكل التي يتعرض لها صاحب الرؤية. إذا رأى الشخص أن هناك حشرات طائرة في المنام تكون إشارة على رفقاء السوء المحيطين حول صاحب الرؤية. رؤية الحشرات الطائرة في المنام علامة على بعض الهموم والأحزان في حياة صاحب الرؤية، والله أعلم. رؤية الهروب من الحشرات الطائرة في المنام علامة على تخلصه من الأحزان، والله أعلم. الحشرات الطائرة في المنام علامة على تخلص الشخص من أحزانه. إذا رأى الشخص الحشرات في المنام تكون إشارة على السمعة السيئة، والله أعلم. رؤية الحشرات السوداء في المنام علامة على الهروب من شيء ما في الحياة. رؤية قتل الحشرات السوداء في المنام علامة على انتهاء المشاجرات والخلافات العائلية، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يقتل الحشرات السوداء في المنام علامة على الطيبة التي يتمتع بها، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يقوم بتنظيف بيته من الحشرات السوداء علامة على الحسد الذي يتخلص منه. رؤية مهاجمة الحشرات السوداء في المنام علامة على خلافات كبيرة ستحدث في هذه الأسرة، والله أعلم. إذا رأى الشخص في الحلم أن هناك حشرات سوداء ميتة في بيته علامة على انتهاء المشاكل وبداية مشاكل الأخرى، والله أعلم. رؤية خروج الحشرات من اليد في المنام علامة على المعاصي والذنوب التي يرتكبها. إذا رأت المرأة المتزوجة أن هناك حشرات تخرج من يدها علامة على الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها. رؤية الحشرات تخرج من اليد وتهرب في المنام علامة على تحقيق الأمنيات، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن هناك حشرات تخرج من يده علامة على الأخلاق والتدين، والله أعلم. رؤية المتزوجة الحشرات الضارة تخرج من يدها علامة أنها محيطة بجيران سيئة، والله أعلم. حلم خروج شيئا من الفم علامة على اليقظة والانتباه. رؤية شيئا يخرج من الفم علامة على الأذى والحسد، ويجب على صاحب الرؤية قراءة الرقية الشرعية، والله أعلم. رؤية خروج شيئا من الفم في المنام علامة على المرض والسحر الذي يصيب الشخص. إذا رأى رجل أن هناك شيئا يخرج من فمه وكان مريض علامة على التخلص من الأمراض وشفائه، والله أعلم. رؤية استفراغ الحشرات في المنام علامة على المكاسب المادية الكبيرة. إذا رأى الشخص أنه يستفرغ حشرات في المنام علامة على تخلصه من الحسد والمشاكل التي كانت في حياته، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.